أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد في برنامج صوت الجالية هنا على قناتكم الجنوبية. من المشاكل التي تعرض عليها الجالية التونسية في حالة تواجد أشخاص أو أطفال من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخصوصية في فترة الإقامة بتونس. الصعوبات تبدأ من هرتلي ياخذوا التيكي، سواء كان التيكي متاع طائرة أو متاع باخرة، يخموا يندرى هما باش يقاو أماكن مهيئة للأشخاص هذوما. هبوطهم من الطيارة ومن البابور. جيت للدولة ما عندهاش عقلية متطورة كيفاش تتعامل مع ذوي الاحتياجات الخصوصية. جيت أنت للدولة فيها شعب مازال ما يعرفش قيمة وما يعرفش كيفاش يتعامل معاه. دونك ما تستغرب. العائلات المقيمة بالخارج تتمتع أفراد العائلة متاعها بكل الضمانات، منها الصحية الاجتماعية. قبل الثورة الحكومة لعبت على ذوي الاحتياجات الخصوصية بشكل كبير. أبسط الأشياء، مش يمشي يخلص فاتورة متاع ضوء، ما فماش بقعة مش يطلع منها اللي عنده من ذوي الاحتياجات الخصوصية. تلقاها يا المقاول بنيها معوجة، يا هي ماهيش معناتها مؤهلة، وهذه حتى في المدارس. دور مؤسسة تربوية كيف زاد. وقت اللي أنا تجي صغيري تغرس فيه عقلية كيفاش يعيش مع المختلف وكيفاش أنا نجم نتعاون مع الصغير من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أنت عبارة خلقت سفير، خلقت مشروع أنت مواطن.